يعطيكم العافية، معكم مهدي جابر من قناة بروفيشنج تعلم طرق الصيد. اليوم عندنا كباية طحين، بدنا نحط مقابلها كباية مي، وبدنا نستعمل ثوم بودرة أو إذا عندكم ثوم عادي، وبدنا نستعمل سكر، وبدنا نعمل عجينة بدنا نحط فيها روس وإجران القريدس اللي قصقصناهم واللي بنعتبرهم تسفير. خلونا ندلق الطحين أول شي، وهيدا الطحينات بنرجع بنحط فوق منهم مقدار ملعقة ثوم بودرة، واللي عنده ثوم عادي في يهرس حص ثوم أو حصين ثوم كمان بيشتغلوا معاه، لأن السمك بيحب ريحة الثوم. وبالنسبة للسكر منا تقريبا ملعقة كبيرة أو 4 معالق، هود الصغار تعول يعني أصغر معالق أو ملعقتين وسط. وبندلق الميات، ماي الماي الماي، ندلق الميات وهلا بنبلش نحركهم. فإذا هون قلطنا مثل ما انكم شايفين، مسكت شوي العجينة، بس أنا بدي أعمل كمية أكبر صراحة، لأن أنا بدي أعمل علفة للسمك، مش بدي أصيد فيهم. هلا اللي بده يصيد بالصنارة بالقصب البلدية كتير مفيد، هيدي من أفضل الطعومة صراحة، لأن بتجذب بشكل كتير 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 كبير. القريدس بيجذبهم، ريحة القريدس بالعجين، ريحة الثوم، السكر، فينا نحط ملح إذا ما بدنا، بس أنا ما استعملت ملح. بنضلنا ندعكهم بهذا الشكل حتى نلاقي سبته جمده قوامه صار جامد شوي. ما بدي بدي جمد ما بدي جمدهم كتير، يعني ما بدي اياهم يجمدوا على الاخر، كرمال بدي ادلق هلا روس القرايدس. هلا بالنسبه لروس القرايدس انا صراحه حادلقهم مثل ما هني، ما حاطحنهم، لان انا مثل ما عم برجع ادلكم انه انا عم بعمل علفه للسمك. اللي بده يعمل فيكم هيدي العجينه اللي يصيد فيها، طبعا ما بنصحه يحط الروس مثل ما هني، بيحطهم للروس بالميكسر او مولينكس او شي من النوع، وبيطحنهم بيطحنهم بيطحنهم، بيحط لهم ملعقه مي صغيره او بحط لهم رشه برغل، وبيطحن مع البرغل بيجمدوا عنده، ومن بعدها بيدلقهم بالعجينه. اما انا هلا هي مثل ما شايفين عم بدعكهم مثل ما هن، لان انا حاعمل مثلا عباره عن 6 7 بولات، وبس بدي انزل صيد بزتها مطرح ما بدي صيد وهي بتعلف بالمكان. صدقوني مجربة، مش أول مرة أنا بشتغلها، كتير فعالة كتير، وأنا صراحة بنصح فيها. هلا حنضلنا ندعك، نضلنا ندعك بهذا الشكل يثبت القوام عنا، ومنبلش نهير كيس ونحط بقلبه طحين، نبلش نعملهم بولات. هلا رجعت زيت طحين كرمال ثبتها أكتر، وكرمال عم زيد الكمية لأوصل على حدود 8 بولات تقريبا لل10 بولات، قد ما فيك تلعب بالحجم. يعني مثلا نحنا بناخد البول من التلاجة وبننزلها على المي على البحر، ما فينا تحت مثلا بنشيل منها نصها وبنشلقها على المي، يعني فينا ما نستعملها كلها، ونحنا مش لصالحنا نستعملها كلها، احنا مناش نشبع السمك، نحنا بدنا نرغب السمك. فإذا هيك صارت منيحة، صارت سميكي وماشي حالها، بحس انه هيك المفروض ممتازة. هلا بدي حاخد شقفة صغيرة جرب لكم اياها، شوفوها، انا اعتبر انه هيدا طعم. بعد ما انا ايدي شوي عم بلزقوا من العجين، بس انه هي كطعم ممتازة صارت. وهلا بتشوفوا بفرجيكم اللي كيف بتشلخ بعدها، يعني ممتاز. وهذا هو اللي بدي اياه. فاذا هلا خليني اخلصها، ادعكها كلها على الاخير، وجهز الاكياس، وبنحط الطحينات وبنقطعها بولات ونحطها بالثلاجة. فاذا هيك خلصت، جبنا الكيس، هلا بدنا نعمل البولات نقطعهم ونهير
اكتر من كيس، خيرونا نحط فيهم هون البولات اللي نحنا بدنا نصيد فيها. برجع بعيد، هيدول البولات انا عاملهم لاعلف فيهم مش لحتى لصيد فيهم. اللي بده يصيد بده يطحن الروس قبل، ما بده يحطهم مثل ما هن. صار فينا نبلش نقطع فيها. خلنا نشيل اول بول، نعملها بهذا الشكل، نقطع عادي عادي كأنك بالفرن، كأنك بالفرن. بتقطعها بتكبتلها منيح، بنحط طحين تحت منها وبنحطها. هلا انا حاط طحين على الوجه وبرجع بنقلن على الاكياس، كمان بكون حاطط طحين بالاكياس وبخضن منيح وصيروا جاهزين انهم يروحوا على الثلاجة. كان معكم مهدي جابر من قناة برو فيشنج، تعلم طرق الصيد. هذه طريقة من الطرق اللي منطعم فيها او منعرف فيها اللي كتير ناجحة. اللي مش مشترك بالقناة هذه فرصته انه يشترك، واللي مشترك بالقناة شكر خاص للمتابعين، وان شاء الله حتشوفوا فيديوهات جديدة كتير حلوة. واي شي بتحتاجوه بخصوص الصيد تعملوا لي كومنت تحت اي فيديو، انا جاهز اني اعملكم الطرق تعويضها كيف هي. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للصفحة. كان معكم مهدي جابر من قناة برو فيشنج، تعلم طرق الصيد. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للصفحة. بنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.